Hello guys, welcome to my channel. Let's learn English together. أهلا وسهلا بكم أعزائي في قناة لتعلم الإنجليزية معا. اليوم إن شاء الله سيكون درس خاص لسنة ثالثة متوسط، وهو تمهيد المقطع الجديد، المقطع الثالث، Me and the scientific world. أنا وعالم العلوم. الآن أو أول درس سيكون تمهيد كما قلت أهم المصطلحات والمفردات التي نحتاجها في هذا المقطع، ثم نذهب إلى المرادفات والأضداد. أولا science ونعني بها علوم، scientist ومعناها عالم، research ونعني بها بحث، researcher ونعني بها باحث، discover وتعني اكتشف، develop معناها طور، invent وتعني بها اخترع، invention تعني اختراع، occupation وتعني مهنة، field of study مجال دراسي، patent وتعني براءة اختراع. براءة اختراع ماذا نعني بها؟ عندما يخترع الشخص شيء ما، مثال عندما اخترع المصباح كان في بادئ الأمر غير مقبول أو غير مستعمل من طرف الناس لأن الدولة رفضت استخدامه، لكن بعد فترة قبل هذا الاختراع، ذلك القبول نسميه براءة اختراع، إذن يمكن للناس استخدامه بكل راحة. University ونعني بها جامعة، degree ونعني بها درجة الدراسة، PhD وتعني الدكتوراه، bachelor نعني بها بكالوريا، ماستر وتعني الدراسة ما بعد الجامعة. ماذا نعني الدراسة ما بعد الجامعة؟ الجامعيون الآن يدرسون 3 سنوات، بعد 3 سنوات المرحلة تأتي بعد 3 سنوات نسميها ماستر. هذا كان أهم مصطلحات المفردات. الآن نذهب إلى المرادفات الآن أعزائي نتجه إلى أهم المرادفات سينونيمز الموجودة في المقطع الثالث. We have scientists ونعني بها عالم، تساويها researcher ونعني بها باحث. هنا المعنى ليس قريب، أو عندما نذهب إلى القواميس لا نجد معنى scientist هو باحث أو researcher، ولكن close meaning قد نجد أو قد يطلب الأستاذ منك في الفروض الاختبارات أن تجد معنى scientist لكن تجد فقط كلمة researcher، فهذا يعتبر معنى قريب لها. prize ونعني بها جائزة أو نقول award جائزة، PhD ونعني بها doctorate ونعني بها شهادة الدكتوراة، graduate وتساويها degree ونعني بها مرتبة أو درجة في الدراسة، هنا degree نعني بها درجات الدراسة، patent براءة اختراع تساويها permitted مسموح. يقول لي أحد التلاميذ هذا غير منطقي، كيف لبراءة اختراع تكون لها معنى مسموح؟ لكن أعزائي patent قلنا أن المخترع عندما يخترع شيء ما في البادئ لا يكون مقبول من طرف الدولة أو غير مسموح له باستعماله أو أن يستعمله عامة الناس، لكن بعد فترة تصبح الدولة أو يقنع الدولة بأن يستعمل هذا الاختراع فيصبح مسموح، إذا نقول patent permitted. famous وتساويها well known ومعناها مشهور، عندما نقول عن عالم ما أنه مشهور بالإنجليزية famous scientist عالم مشهور or well known scientist. we have created ونعني بها أنتج وتساويها invented، كما قلنا في الإنجليزية close meaning أي معاني قريبة لبعضها، نقول أنتج أو اخترع. genius ونعني بها عبقري وتساويها very smart يعني شخص عبقري جدا أو نقول ذكي جدا شديد الذكاء، أو تساويها أيضا intelligent. هذه كانت بعض المرادفات synonyms. نذهب الآن إلى أهم الأضداد. أعزائي نذهب إلى بعض الأضداد antonyms. we have famous وتعني مشهور، عكسها unknown أي غير مشهور أو غير معروف، good وتعني جيد، عكسها bad أي سيء، lived وتعني عاش، عكسها died وتعني مات، negative or negative عكسها أو تساوي سلبي، عكسها positive وتعني إيجابي، old وتعني قديم، عكسها new أي جديد. بما أننا في موضوع scientific اخترت بعض smart devices أي بعض الأجهزة الذكية، لأنه في بعض الامتحانات والاختبارات يكون النص عبارة عن تعريف لشريحة ما أو جهاز ذكي ما، على الأقل لتعرفوا ترجمة بعض الأجهزة. we have smart TV وتعني تلفاز ذكي، memory card وتعني بطاقة الذاكرة، PlayStation وتعني منصة الألعاب، chip or microchip أي شريحة خاصة
أجهزة الحواسيب. memory stick وهو قضيب الذاكرة, USB stick أو قضيب USB هو بالفرنسية فلاش ديسك, الجهاز الذي نحتفظ فيه بالصور والفيديوهات إلى غير ذلك. أعزائي, هذا كان بالنسبة لأهم أو تمهيد لسيكونس نمبر 3 Me and the Scientific World, مقطع أنا والعالم العلمي. لذلك سوف نتحدث في الفقرة إن شاء الله عن شخصيات علمية مهمة, سنتعرف كيف نكتب فقرة حول هذه الشخصيات المشهورة. لذلك على التلميذ أن يراجع جيدا المصطلحات المهمة والأفعال المهمة التي نحتاجها لهذا المقطع. أعزائي, إذا لم تفهموا أي شيء لا تنسوا أن تتركوا لي في التعليق والاشتراك في القناة ودعمها باللايك لنستمر دائما معكم. إلى اللقاء, إلى فيديوهات قادمة. Goodbye.